طيب ممكن تخلينا نستعين برأي صديق طبعا، يعني نسمع الناقد الموسيقي الكبير أستاذ محمد شميس طبعا، ممكن نحاول نفهم معاه. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ خيري، مبسوط جدا ان انا مع حضرتك، وكنت متمزج والله في الحبه اللي سمعتهم كده من الغنى ده. ايه رايك، سمعت احمد قبل كده ولا اول مره؟ لا سمعته طبعا، سمعت الاغنيه اول ما نزلت طبعا. سمعتها؟ اه طبعا. ايه رايك فيها كاغنيه؟ هل هي نمط مختلف اللي خلاها تعمل ملايين المشاهدات دي؟ من في تفسيرك ايه السبب؟ في والله في كذا سبب يا استاذ خيري. اول حاجه طبعا لان هي الاغنيه حلوه، الكلمات برضو فيها فكرة التحدي دلوقتي الجمهور ما او الجيل الجديد يعني عنده نبرة من التمرد كده في التصرفات بتاعته. بيبقاش حابب يعني لو يعني خد قرار مش عايز يرجع فيه تاني، اللي هو هيكمل وهيتحدد. فكان ده الاغنية بتعبر عنه يعني، اللي هو لو جاي في رجوع. ما العيال كلهم واخدين مقالب ولا ايه؟ لا بس هو الجيل يعني في الفترة دي بيبقى عنده السنة بتاعت احنا طبعاً. شفنا، انا شايف انغام راحة للسكة دي شوية، المطربة الكبيرة طبعا في شوية كده اغاني فيها تحدي كده على طول. يعني حتى وعمرو دياب برضو، بس اللي ساعد برضو في الاغنية اكتر ان هي اتعمل عليها، بقت تستخدم اكتر على التيك توك، وعلى اتعمل عليها ميمز وكوميكس. انا نفسي عملت مرة حاجة زي كده يعني. كنت كاتب حتى بوست بكلمات الاغنية يعني، بس ما كنتش كاتب اللي هو انساني، لا يتفضل يرجع، لان انا احسن ما اكون قاعد سنجل يعني. ايوه. فهي كانت معلمه فعلا مع الناس، ودي اهم حاجه، ان هو الصدق اللي اتغنت بيه والحال اللي اتعملت بيها دي، فعشان كده تستحق طبعا ان هي تتحقق كل الملايين دي على المشاهدات. ايه اللي انت شايفه في صوت احمد؟ والله انا شايف ان احمد هو صوت جميل وكل حاجه، بس هو الاهم واللي خلاه ينتشر من وجهة نظر الشخصية هو فكرة المضمون، ان هو قدر ازاي يعبر بشكل مختلف في موضوع العاطفي، خصوصا ان هو يعني احنا بنغنيش تقريبا غيره. أيوة. ان هو يعرف يربط حاجة زي كده ماشية مع دماغ الجمهور اللي هو بيستهدفه، دي حاجة عظيمة، ومفروض هي دي تبقى بذرة المشروع بتاعه، ان هو يحاول يطور فيه ويشتغل فيه بإذن الله ربنا يكرمه، ويقدر يحقق نجاحات مماثلة يعني، ما يقفش عند الموضوع ده، يحاول يطوره يعني. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد شميس، شهاده داعمه جدا. خلينا